لهذا وصلنا به وصلنا الى تكوين قضاة مرجعيين على مستوى كل المجالس القضائيه للتماشي مع التطورات التكنولوجيه في هذا المجال لتعزيز قدرات القضاة العاملين في لان الجريمه الالكترونيه والدليل الالكتروني اصبح من يومياتنا نتعامل يوميا مع الدليل الالكتروني حتى في الجرائم العاديه اول رد فعل عن ضابط الشرطه القضائيه لما يعلم بجريمه قتل يروح للجهاز الهاتف ولا يروح للجهاز الحاسوب اصبح الاولويه تعطى الى الدليل اللامادي الى الدليل الالكتروني حتى في المجالات التي تخرج عن الجريمه الالكترونيه. المرافقه تاع مجلس اوروبا في اطار هذا البرنامج الطموح مكنتنا من تعزيز قدرات القضيه القضائيه، تعزيز قدرات القضاه، تكوين نواه المكونين بفضل الديناميكيه التي نشات ادخل مقياس الجريمه الالكترونيه والدليل الالكتروني في التكوين القاعدي للقضاه. دونك اصبح القضاه يتكونون في هذا المجال في التكوين القاعدي وفي التكوين المستقبل. هذا البرنامج خلق كذلك ديناميكيه كبيره بين القضاه والقضيه القضائيه ومختلف الفاعلين على المستوى الوطني، وعزز قدرات الضبطية القضائية والشرطة القضائية في مجال التعاون الدولي، التعاون القضائي، التعاون البوليسي، وكيفية استعمال مختلف الآليات. كان ثاني فرصة لدراسة الأحكام التشريعية للقانون الوطني، بالأخص قانون 0904، ومدى مطابقته مع المعايير الدولية التي تضمنتها اتفاقية بودابست و البروتوكول الإضافي الأول خاصة قبل الولوج إلى البروتوكول الإضافي الثاني.